السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عبد الرحمن محمد حسن من مدرسة الإنتقالية الصف الثاني الابتدائي المطل الماضي، والنهاردة هنطرح الفرق ما بين الاستماد والأبروكسيمات في مادة الماس ومثل محمود الليبي. يومك والأعمال كومبليت ذا فولوينج تيبل. كتبلي 193 التنزه واليونت 000 والهاندل تنزه زي ما هو، يعني كده 100. اما في الابروكسيميت عندنا قاعده اللي هم هابي نمبر وساد نمبر. الساد هم 1 2 3 4 والهابي هم 5 6 7 8 9. هي بقى الناين قصدي في الأرقام الهابي دول يدوا 1 للرقم الأول. الناين دي هابي ولا ساد؟ هابي، فعشان كده تقدر تدي الوان وان كده 200. أما كاتب لي 27 زي ما احنا قلنا في المسألة اللي فوق اليونت أو التنز زيرو زيرو، يعني كده 20. وزي ما احنا صرحنا في الابروكسيميت 7 هابي ولا ساد؟ هابي، كده تدي 2 1 وهي تنزل 0 و2 تبقى 3. 573 زي ما احنا قلنا في المسألة الأولى الاستيميت التنزل واليونت ينزلوا 0 و2، يعني كده 500. السيفن تقدر تدي الفايف، يعني كده تكون 646 زي ما احنا، يعني كده تنزل 600. الفول هابي ولا ساد؟ ساد، يعني كده ما تدي 69، يعني كده تنزل 6. الناين هابي ولا ساد؟ هابي، يعني كده تكون 7. الفايف تنزل 40. الفايف هابي ولا ساد؟ هابي، يعني كده تكون 50. سلام.